عرض جديد وحلقة جديدة عم نحكي فيها عن أكثر مشاكل نحن السيدات بنعاني منها، سواء كان ترتيب الملابس بطريقة جدا منظمة، وبنفس الوقت إذا نحن عنا مساحة صغيرة قديش بدنا نخلي هيدي المساحة تفت كل ملابسنا. بنروح بنشتري أكسسوارز وبنشتري أشياء زيادة وشماعات وخزانات رانية، وبنعمل رفوف كمان، وحتى الشوز ما بيتخزن بطريقة صحيحة اللي بيخلي الشوز تخترب، واكيد بيطلع لريحه، وتنظيف هيدا المس منه عملي بالمره. لهيك نحن اليوم بدنا نتوجه لكل السيدات اللي بيتهم مثل ما انتم شايفين منه منظم، وبدهم شيء تنظيم يكون سهل كثير ان انتم توصلوا لاغراضكم من دون او ماي جاد. على فكره عن جد في ناس عن جد بتعاني من مشكله الاورجنايزنج بالبيت طبعا، يعني واكيد انا واحده منهم. يعني الخزانه بتاعتي لازم تكون مليانه في ستين كثير، بيكون توضيبها صعب جدا زي ما بنشوف دلوقتي مع بعض على الفيديو. اول حاجه ان احنا طبعا المشكله اللي بعاني منها انه في مشاكل كتير، انه بيكون طبعا الملابس متراكمه على الشماعات، متراكمه في كل حته، وحتى الشوزات كل حاجه عندي بتكون خربانه محتاجه ان هي تنظيم. لكن المنتج اللي احنا بنقدمه لكم اليوم هو الحل الامثل لكل سيده، لان احنا بنقدمه من ماركه ريلانس، وكمان بنقدم طبعا الشماعات اللي هي الذكيه في نفس الوقت كمان فليبابل، نقدر ان احنا نقلبها بمنتهى السهوله، بتوفر مساحه وكمان سهله جدا في الاستخدام اللي احنا بنقدمها لكم. شوفوا قد ايه بتكون رائعه جدا في الاستخدام، وحتى كمان الفساتين اللي بتكون صعبه والهاي نيك بتكون صعبه، السارة اصلا يعني والهديه إيه؟ اللي احنا بنحصل عليها كمان احلى واحلى مجموعه من طبعا منظمي الاحذيه اللي هيخلوا طبعا التنظيم للملابس وايضا الاحذيه هيكون رائع. فده احلى عرض احنا بنتكلم عليه اليوم، واكيد الفرصه أكثر من جميلة، فرصة رائعة وسعر استثنائي ليميتد كوانتي عم نقدمه لكم اليوم. عم نقدم سعر استثنائي مثل ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة، عم نقدم لكم وان فليب سمارت هانجر، يعني مش أي هانجر، نحن عم نقدم شيء ذكي ليخلي حياتك أسهل، ليخليك مرتبة أكثر، ليكون عندك مجال أنت تعرفي عن جد شو هي الأشياء اللي عندك إياها. بالإضافة إلى هيك بتحصلوا على ثلاثة، بالإضافة إلى هيك بتحصلوا على شو اورجنايزرز اللي هم جدا مهمين لحتى ترتبوا الشوز بطريقه مرتبه وتحافظوا على جماليه الشوز تبعكم من انه يخرب. وطبعا زي ما بنشوف قد ايه امتيازات حلوه جدا لريلانس اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. ريلانس طبعا شماعات ذكيه جدا، بنتكلم على ماتيريال وخامه قويه. الحلو ان احنا نقدر مثلا نحطها زي ما هي بالشكل صحيح. ده اللي هي بتكون راسيه او حتى أو عموديه، فهي طبعا بتعمل لنا مساحه كبيره نقدر ان احنا نحط فيها كتير من الملابس. تعالوا نشوف قد ايه عمليه. اول حاجه ان احنا بنتكلم على خامه قويه جدا، شوفوا الهوك بتاعها قد ايه بيكون سميك، وهنا كمان لو احنا بنتكلم على الثبات بتاعها بتشيل وزن نقدر ان احنا نحركها 360 درجه زي ما شايفين. شوفي عمليه ازاي نشر غسيل اكيد. وحلو برضو ان احنا زي ما بنتكلم على الخامه دي بنتكلم على الشماعات اللي موجودين اللي هي فيها كليبس بمنتهى السهوله. لو احنا عندنا اي فساتين او اي بلوزات اللي هي بتكون هاي كول او حتى هاي نيك بيكون صعب علينا ان احنا ندخلها في شماعه فبتتمطع عندنا الكولر، لكن هنا في طريقه ذكيه جدا، بمجرد ما احنا نقفلها بالشكل ده نحط جواها طبعا الفستان او الهاي نيك توب مثلا، وعلى طول بنفتحها بالشكل ده، فبتكون قد ايه عمليه متينه جدا وقويه اللي احنا طبعا بنتكلم عليها، وفي نفس الوقت بنشوف طريقه الاستخدام بتاعتها قد ايه سهله. بمجرد ما احنا بنعملها بالشكل ده ان احنا نفتحها نص فتحه لاعلى، وبيكون موجود عندنا الملابس على طول، بنقوم قلبنها كده فبتكون عندنا الثمن طبعا شماعات كلهم مع بعض بمنتهى السهوله. شوفوا قد ايه بتاخد وزن، في شماعه من تحت وشماعه من فوق، وعشان نعملها ثابته تك هنقوم قافلينها بالشكل ده. بتاخد وزن صح؟ طبعا اكيد بتاخد أوكي. وزن، لكن يلا. تعالوا نشوف طبعا التحدي الكبير ان احنا نحط وان هي بتاخد وزن قد ايه بتكون عمليه. يلا نشوف اول واحده 1 2 3. واو نزود الوزن، هيتحمل؟ يلا نزود الوزن وهنا بنشوف 1 2 3. واو شايفين الوزن الكتير اللي هي شايلاه،
قد ايه عمليه جدا جدا جدا. صحيح. وبتشيل وزن يعني حتى كمان بتشيل قد ايش بتاخد ملابس كمان عندنا بالظبط، وعلى احنا حطينا في الدولاب عندنا بتكون عمليه جدا. بنشوف عندنا هنا حاجات كتير، عندنا التيشيرت، عندنا طبعا التيشيرتات اللي هي بتكون طويله، القندوره ممكن. صحيح. جلبيات وحتى الفساتين البلوزات، وهنا بنشوف برضو انه عندنا اكيد هنا بنشوف الفساتين اللي هي وزي ما قلت الهاينك اللي هي بتكون ضيقه، سهل جدا ان احنا نحطها بالشكل ده. لكن بنشوف ان طريقه الاستخدام قد ايه بتكون عمليه، بمجرد ما احنا بنفتحها بالطريقه دي وبنتاكد ان هي بتكون موجوده مفتوحه لاعلى على طول من الناحيه الثانيه، ترى شوفوا بقت قد ايه سهله وكمان جميله وما خدتش وزن، ما خدتش مساحه كمان. واكيد طبعا هون لو رانيا نشوف انه المسافه او المساحه اللي اخذتها اللي 8 ملابس. صحيح. nothing مقارنه لو نحن حطينا 8 شماعات جنب بعض. صح. لاحظوا كيف عن جد، والحلو كمان مترتبه، يعني ممكن نكون نكوي الملابس ونحطها مكويه exactly. من اللاندري على طول تكون جاهزه وناشفه. exactly. هون مثلا اذا انا بدي اشيل الملابس، شوفي بكل بساطه انا حلو طبعا بكل اللي هو بيكون مقفول بكل بساطة. في عنا هيدي الكليبس، يلا بمجرد ما اضغط عليهم اليمين واليسار اند ذاتس ترى اللبسة تبعي بتطلع سو سهل كثير ان انا جدا اعلق الملابس او اخذ الملابس. عندكم شغلة ثانية اوكي خليني هيك افرجيكم، اللي مثلا رقبة اضيق شوي. يس. فهون مثلا عندي التو كليبس اللي على اليمين وعلى اليسار، تمام اضغط عليهم بهيدي الطريقة شايفينه، اضغط عليهم اند فوالا على طول سهله، من لما احتاج بقى امسك التيشيرت واحط الشماعه وافتح الياقه وكل ده بيكون اكيد صعب. لكن تعالوا نشوف الامتيازات دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليها حلوه ازاي مع ميساء. واكيد طبعا الجهاز اللي احنا معدين او هيدي الاداه اللي احنا مقدمينها اليوم عن جد جدا سهل جدا عملي، سبيشلي للرجال لانه فيهم يعلقوا كميه كثير كبيره من القمصان. ما ننسى انه هي اكشلي شماعه ذكيه سمارت وان فليب هانجر، يعني نحن بهيدي الشماعه الوحده الذكيه بنقدر نحط 8 قطع ملابس، قمصان، جاكيتات، شو ما يخطر على بالنا، ملابس الاطفال، حتى انا بالنسبه لي انه ملابس الاولاد للمدرسه جدا جدا عمليه. هيدي الشماعه الذكيه اللي نحن عم نقدمها لكم اليوم بعرض تنافس، سهل كثير ان احنا نحط الملابس، سهل كثير ان احنا نقيم الملابس، سهل كثير ان انتم تعملوا الفلاب لانه ما بيتطلب منك مجهود. واهم من هيدا كله نحن ما عم نحكي عن شيء ممكن تشوفوه تقولوا انه ايه انه عرفتي انه لا بصي المساحه كبيره. اكزاكتلي الكواليتي بتتحمل وزن. صح. يعني اكيد في تحديات كثيره ما بيني انا وميسه دلوقتي على الطريقه التقليديه، الشماعات العاديه اللي موجوده عندنا، طريقه التعليق بتكون ازاي، صعبه بتكون ازاي سهله. لكن هنا شفنا انه الهانجرز اتكلمنا عليها قلنا ذكيه جدا، قلنا صحيح. هي طبعا فليبابل بمنتهى السهوله على طول نقلبها، فبتوفر لنا مساحه كبيره وبنقدر ان احنا نطبقها بمنتهى السهوله ونحطها في الدولاب. والماتيريال بتاعتها كمان حلوه ان هي بتشيل وزن. اكزاكتلي بتشيل وزن، جدا مريحه، بتنفع لكل انواع الملابس، ملابس اطفال، ملابس رجال، ملابس سيدات، كندوره، عبايات، فيكم ان انتم تستخدموها لحتى توفروا مساحه عندكم بالبيت. مش بس لهيك انا بالنسبه لي بعتبرها مثاليه لنشر الغسيل لانه صح عندنا المنشر ما بيكفي كل الارتياح. مظبوط. وحلوه كمان الفكره ان احنا على طول من على المنشر دايركتلي على الدولاب تكون الملابس بتاعتنا نشفت، وفي نفس الوقت كمان نقدر ان احنا نكويها حتى صحيح. على السريع وعلى طول على الدولاب، فبتكون عمليه. كومبيتيشن تايم، يلا نعمل مسابقه دلوقتي ما بيني انا وميسا. انا مظلومه يا جماعه. عندنا هنا نفس الكميه شماعات كتير وملابس كتير، وتعالوا نشوف هنا الاربع شماعات بمنتهى السهوله نقدر احنا ازاي نحطهم على طول على الهانجر. شايفين بصوا كميه الملابس برضو زي ما احنا شايفين مع بعض قد ايه عندي. يس. الشماعه الاولانيه، الشماعه الثانيه، والحلو ان هي بتعمل توازن تبقى ستيبل. 8 16 16 16 32 32 انا عندي 32. اتفضلي ابتدي. 32 شماعه يا جماعه. عندها 32 شماعه وانا عندي 32 شماعه، كلهم معمولين في اربع شماعات. طيب ابتدي. 4 2 1 يلا نستارت. وهنا بنشوف بمنتهى السهوله. استسلمت. شفتوا انا على طول
في ثواني قدرت ال 32 قطعه ان انا اطبقهم كلهم على مره واحده بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت كمان عندي سبيس كبير اني احط فيه شماعات ثانيه. عملت 10 10 بس، انت 32، واحنا بنقول 32 كلهم مع بعض، شايفين على طول متطبقين ومحطوطين، ولسه في سبيس كمان ان انا اقدر ان انا احط حاجات ثانيه وشماعات ثانيه عندي كتير. 32 يعني الثلاث شماعات اللي هيحصلوا عليهم 32 قطعه مع بعض. ممزح عن جد عن جد، شوفوا قديش موفره عندكم مساحه، 32 10. وزي ما بنشوف فرق كبير جدا ما بين الشماعات العاديه والشماعات اللي بنقدمها من ريلانس قد ايه مميزه، وفي نفس الوقت كمان سهله الاستخدام، بالاضافه كمان للكليبس الموجوده في الجناب نقدر ان احنا نحط كل انواع الملابس بمنتهى السهوله ونعلقها، على عكس الشماعات العاديه اللي ممكن هي توسع الكولر او الياقه بتاعه التيشيرتس او حتى القمصان او حتى الملابس والفساتين اللي هي معموله على الهاي نيك. هنا كمان شايفين طريقه الاستخدام قد ايه سهله مرتبه جدا، وبتوفر لنا مساحه كبيره مع شماعات ريلانس. طبعا نحن اليوم عم نقدم لكم منتج رائع لاول مره اكسكلوسيف على شاشتنا. نحن اليوم عم نقدم وان فليب سمارت هانجر، مش واحده ثلاثه، ومع كل عمليه شراء عم تحصلوا على 10 شو اورجنايزرز لحتى كمان ترتبوا كل شيء بالبيت، خزانتكم تكون مرتبه. وعرضنا استثنائي، لازم تستغلوا الفرصه، واكيد الهديه صار الوقت هلا رانيا نحن نشوفها. واكيد طبعا بنشوف العرض المميز جدا احنا بنتكلم عليه، واكيد ليه محتاجين الهديه، محتاجين الهديه لانه زي ما احنا بنشوف مع بعض كتير من المشاكل اللي احنا بنتعرض لها بتكون موجوده في المنزل، خاصه بيكون عندنا احذيه كتير. خزانه خاصه بالام، خزانه خاصه بالاولاد، وحتى كمان الاب احذيه كتير، البوتس، حتى كمان الجزم اللي هي هاي هيلز، كل دي بتكون مشاكل كتيره ان احنا ما بنعرفش ننظمها ازاي. شويه بيكونوا موجودين في البوكس يملوا الاوضه بتاعتنا، وشويه كمان بيكونوا موجودين في الخزانه كلهم فوق بعض، لكن الحل عند ميساء. يلا تعالوا معي لافرجيكم الحل. الحل هو هيدي الاداه السحريه اللي عن جد رح تغير الطريقه اللي انت بتخزني فيها الاحذيه. طبعا بتنفع لاحذيه الاطفال، الرجال، سيدات، كعب، فلات، شو ما يخطر على بالك. ليش؟ لانه عندنا ليفلز مختلفين. لو تشوف هون مع بعض عندنا هون اربع ليفلز، هيدا الليفل الاول هو اوريدي محطوط عليها، بعدين لو اجيت هون رفعتها تعمل تك واحد، هيدا ليفل 2، ليفل 3، ليفل 4. من تحت مثل ما انتم شايفين هي اوريدي فاضيه فيها هواء، فبالتالي بتحافظ انه يكون في تهويه، فما بيكون عندكم ريحه الاحذيه اللي نحن معودين عليها لما نفوت هيك مكان كله احذيه. كمان حتى لو نحن حابين هيدا مثلا، ليش الارتفاع؟ لو نحن بدنا نحط هاي هيلز، اوكي، اذا انتم مثلا حابين تحطوا شيء فلات، رانيا فينا بكل بساطه، شايفين هيدا الجزء، اوكي، عمليه جدا، صحيح، اوكي، هيدا الجزء بنرفعه لفوق and that's it، بيرجع للمستوى الطبيعي. كمان من فوق في عنا هيدي هيك الخطوط عشان الحذاء اللي بتحطيه من فوق ما يتزحلق معاك ويوقع. شغلة تانية أنا شخصيا بعاني منها سبيشلي أحذية الرياضة البيضاء، تمام، لما بحطهم فوق بعض صح أو حتى ألوان أو حتى القطيفة السويد كمان exactly. بيطبعوا كتير، مش بس الريحة، لا كمان الأحذية اللي بتخرب ألوان. يعني والشكل اصلا العام. شوفوا هون الاحذيه كيف كلياتها مرتبه بطريقه جدا حلوه، وعندنا مساحه كثير كبيره ان احنا نحط احذيه بطريقه مرتبه، وفينا نحط الليفل حسب احتياجنا مهما كان على حسب العلو، وعلى حسب العلو كمان مثل ما شايفين حاطين للاطفال، للرجال، للسيدات بمختلف الديزاينات المختلفه. شو عندك رانيا؟ مش عايزه اقول لكم انا عندي ايه. طبعا ده الشكل الطبيعي للحاجه الساقعه اللي احنا بنشوف، ده المنظر بيكون موجود عندنا، انه بيكون عندنا كتير احذيه مش مفرقين بقى ولا منظمين، الهاي هيلز على الفلات، على الباليرينا، على طبعا الاحذيه العاديه، بنشوف انه حتى كمان ممكن تتقطع الشوزات او حتى يكون فيها سكراتشز ان هي تكون كمان مخدوشه. اكيد احنا مش عايزين طبعا الشكل ده ابدا، مش عايزين كل الهرجله دي، عايزين النظام. وده بالعشر قطع اللي انتم بتحصلوا عليهم النهارده كهديه مجانيه مع شماعات ريلانس، فشوفوا قد ايه يعني فعلا كومبينيشن حلوه، كومبو حلو، عرض استثنائي عن جد، لانه نحن عم نقدم حلول ذكيه، يعني عم نقدم شماعه ذكيه وان فليب 8 بواحد، وعم تحصلوا معها على 8
عندنا هون شو اورجنايزرز لحتى تقدروا ان انتم تحافظوا على احذيتكم وبنفس الوقت توفروا مساحه كثير كبيره عندكم مزبوط. بالخزانه. وكمان طريقه ذكيه لو حتى بدنا نروح لمكان مثلا اذا نحن طالعين والله رايحين فندق او شيء ما بدنا احذيتنا تنحط فوق بعض، فينا نحن بكل بساطه نستخدم هيدي الاورجنايزرز او هيدي التول لحتى تقدروا تغيروا مظهر هيك الخزانة تبعكم. وخلينا نشوف مع بعض هيدا الفيديو اللي رح يساعدنا ان نحن نعرف اكثر كيف انه هيدي الاداة بتساعدنا ان نحن نخزن. شايفين هون عنا مثل ما مبين واضح قدامكم، صح، عنا اللي هو الاحذية كيف نحن بنقدر نحطها بطريقه منا مرتبه. هيدا الشيء اللي انا كنت بحكي عنه بالضبط، هذا اللي احنا بنتكلم عليه احذيه الرياضه فوق بعض وحتى الهاي هيلز، لكن هنا بنشوف انه قد ايه. اكيد طبعا بنشوف ان هي المجموعه اللي احنا مقدمينها متوفره بتصميم واحد وبلون واحد زي ما شايفين مع بعض، بتساعد على ان هي تنظم الخزانه بتاعتنا مهما كان عدد الاحذيه. على قد ما انتم بيكون عندكم المجموعه على قد ما انتم بتقدروا توفروا مساحه كبيره جدا. وطبعا كل حاجه متعلمه، بدل ما نقلب الدولاب كله علشان نطلع حذاء واحد تايه اكزاكتلي. وهو متوفر رانيا، متوفر معنا بلون واحد فقط، يعني ولونه تصميم اكسكلوسيف متوفر عندنا، فعن جد عرض استثنائي. لكن هنا النهارده انتوا بتحصلوا على 10 قطع كمان بطريقه جميله جدا وهديه مجانيه. عرض استثنائي نحن اليوم عم نقدمه لكم بهيدي الفقره، لكن فقرتنا هيدي راح تستمر معكم بعد البريك، ما تروحوا اي محل، راجعين انا ورانيا. بتعاني من فوضى الملابس في منزلك؟ تحتاجي الحل سريع للعناية بكتير من الملابس تقدري تعلقيها بسهولة، ولقينا لك الحل مع الهانجرز الذكية اللي تقدري تستخدميها بسهولة لتنظيم الملابس وعلى مرة واحدة، مزودة بخطاف أطراف متحركة لسهولة التعامل، قابلة للدوران للحصول على أقصى قدرة من المرونة. لقينا لك الحل مع الفليب سمارت الهانجرز اللي بنقدمها من ريلانس، بتوفر لك مساحات واسعة، تصميم احترافي بيمنع التجعيد والتناية في ملابسك، سهولة التعامل حتى مع أصغر المساحات. فعلاً حل رائع من شماعات ريلانس اللي بتحصلي عليها اليوم، وكمان بتحصلي معاها على هدية مجانية منظمي الأحذية 10 قطع. عرض متوفر حالياً، استغلوا الفرصة الآن بسعر تنافسي جداً، 3 شماعات من ريلانس ومعاهم هدية 10 منظمي للأحذية. ورجع لكم مره تانية، والعرض الاكثر من رائع على مجموعه الشماعات اللي احنا بنقدمها من ماركت ريلانس. مش بس كده، كمان ذكيه وسهل ان احنا نقلبها بمنتهى السهوله، بتخلينا نتخلص من كل المشاكل اللي احنا اكيد بنتعرض لها، وهي تنظيم الدولاب او حتى تنظيم خزانه طبعا الاحذيه بتاعتنا. بنشوف المناظر دي على طول سواء في الغرفه صحية. بتاعتنا او حتى عند اولادنا او حتى مثلا دولاب جوزك مثلا برضو بتلاقي حاجات والولاد صحيح. ده احنا اكيد عايزين كل سيده وكل ام عايزه تحل المشكله دي بمنتهى السهوله. كم الشماعات الكتير اللي احنا بنشوفه اللي شويه منها تشتري. بيتعوج ومنها يتقطع ومنها يبوظ الهدوم ويدخل في الدانتيل، يعني اكيد مش عايزين الكم ده. وحتى كمان برضو الخزانه اللي احنا بنشتريها الكركبه دي كلها اكيد عايزين نتخلص منها تماما، ونشوف حل مثالي امثل لتنظيم حلو للاحذيه وحتى صحيح. كمان للملابس. الحل هو بكل بساطه هو منتج سحري نحن اليوم عم نقدمه لكم، اسمه One Flip Smart Hanger. يعني انتوا بكل بساطه وبطريقه جدا ذكيه 8 بواحد، يعني شماعه ذكيه واحده بتقدر تحمل 8 قطع بنفس الوقت، بتوفر عنكم مساحه كثير كبيره. وما تنسوا ان انتوا بتحصلوا كمان على هدايا هي عباره عن 10 بيسز اورجنايزر مثل ما شفنا بالفقره الاولى. هلا خلينا نشوف كمان في فيديو تصور عندك عندك صح؟ عند رانيا. عند رانيا لا شفت اسمه. احنا هيدا الفيديو اللي شفناه شو قصته لهيدا الفيديو؟ كثير انه طبعا في الفساتين اللي احنا الفساتين طبعا دولابي، وحتى كمان برضو انه في حاجات ياس متعلقه على شماعات، لكن في حاجات بحطها فوق لانه ما لهاش مكان. وحتى برضو لو احنا بنشوف انه الحل مع الهانجرز اللي احنا بنتكلم عليها من ريلانس قد ايه بتسيف او بتعمل مساحه كبيره أكبر. في الدولاب، وفي نفس الوقت انه اكتر من طريقه صح. واللي عجبني اكتر الكليب ميسا، يعني الفساتين اللي هي الهاي نيك الهاي اللي بتخفي من اللياقه بتاعتها توسع بالظبط صح. وبنفس الوقت دايما بدك تجيبي هيفي ديوتي شماعه صح، وشماعات للتيشيرتات الكبيره خفيفه
والشوز كمان قديش بياخد مساحة عندك طبعا في الدولاب. يعني شفنا كم الشوز موجود والتنظيم بتاعها بيكون حلو ازاي صحيح. مع الهدية. وطبعا رانيا السعر اللي مقدمينه اليوم هو السعر استثنائي بالظبط، لانه زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض العرض المثالي اللي انتم بتحصلوا عليه النهارده، شايفين ان هو طبعا ثلاث شماعات من ريلانس، وكمان بتحصلوا معها على هديه مجانيه منظمين للاحذيه طبعا 10 قطع، وده اللي اكيد يعني هيخلي انه في عندنا مساحه كبيره جدا صحيح. وحلوه، والسعر خيالي، واستغلوا الفرصه دلوقتي حالا انه عرض حصري والاول مره على سيتروس عالم التسوق. المنتج اللي احنا مقدمينه لكم اليوم من المنتجات اللي تشوفوها تقولوا هل انا رح احتاج، انا رح اثبت لكم ان انتم رح تحتاجوها، لانه الكواليتي ولا غلطه. خليني افرجيكم اول شيء الشماعه الذكيه، فيكم ان انتم تعلقوها بشكل افقي وبشكل عمودي لحتى تعملوا سيفنج للمساحه اللي عندكم اياها في الدولاب. هلا لو اجينا نحكي عن هيدي الشماعه، فهي شماعه جدا ذكيه مثل ما شايفين، متينه جدا، رح اثبت لكم هيدا الشيء بعد فتره. واكيد ما تنسوا ان هي بتلف 360 درجه بكل بساطه. ليش؟ لانه فيكي تستخدميها اذا عندك مثلا خزانه مفتوحه ب 360 درجه، اذا عندك مثلا هيدي الشماعه حابه تنشري عليها الثياب وتحطيها على المنشر لانه المنشر ما بيكفي ملابسك، ففيكي تستخدميها. وهون عندنا هذيل الكليبس اللي بيكونوا على الجوانب اكزاكت ليراني، لانه بمجرد ما نحن نضغط عليهم بهذه الطريقه اوبا شفتيه على طول ملابسك لحالها بتنزل، لا بقى تعلقي ولا تشيلي ولا نوسع الياقه بتاعت الملابس اكزاكتلي. وحتى لو بدك تفتحيها سهله جدا، بس بهذه الطريقه اوب تراتت. وطريقه كمان ان انت تعملي فليب للملابس 1 2 3 اند فوالا، مثل ما انت شايفه بتقدري تعملي سيفنج للثياب عندك، تعلقيها بكل رياحه. واكيد متينه، ايوه صح متينه، وزي ما شفنا ان هي 360 درجه. وكمان بنشوف، تعالوا نشوف مع بعض انه حديها اول وزن، نشوف اذا كانت متينه ولا لا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس عم نفرجيهم قديش كواليتي. يلا ادي طبعا هنا أيوة. الثانيه تعالوا نشوف انه بتقدر تشيل قد ايه وزن. حلو جدا انه طبعا يكون عندنا الجوده اللي احنا بنتكلم عليها دي. وفي نفس الوقت لو بنشوف معاكي ميسه انه طريقه التنظيم ازاي للشماعات وللملابس اللي موجوده عندنا في الدولاب. طبعا الحلو طبعا بهيدي الشماعه الذكيه انها غير عن اي شماعه مبدئيا، اول شيء ما بتخرب لكم ثيابكم، سهل كثير ان انت تعملي اورجنايزنج حتى اكوردنج للكاتيجوريز، مثلا تيشرتات مع بعض، قمصان مع بعض، قمصان البيضة لزوجك مع بعض، فهي طريقه ذكيه ان انت تحاولي خزانتك. ممكن حتى الالوان اكزاكتلي بدل ما نتوه كده في الدولاب اكزاكتلي. اذا بدك شيء سهل كثير، شايفين هون حاطين تيشرتات ماتيريال، شايفين هون كل الفساتين، حتى هون اذا عندنا شيء هاينك رانيا، كتير صعب الاشياء الهاي نيك، حرام بيكون كمان انه سعرها غالي، لكن بنفس الوقت بتبوز. من كثر التعليق بتبوظ. صح، كمان هون دريسز وانواع مختلفه، شايفين من النك المختلفه او من قصات الرقبه المختلفه، فيكم ان انتم بكل بساطه انه انتم تقدروا تعلقوها. هلا صار الوقت ان افرجيكم طريقه قلب الهيك، كل هيك الملابس طريقه كتير سهله، وكيف ان انتم تقدروا تخزنوها بكل بساطه. يلا لا two. يلا ثاني من البدايه 1 2 3 على طول. اه لا لا وحتى كمان ان هي خفيفه جدا في الوزن، خليني اعلق عندك لحتى حطيناها بنشوف انه في طبعا مساحه كبيره. واو، تعالوا نشوف المميزات الثانيه الاحلى اللي انتم بتحصلوا عليها النهارده. زي ما بنشوف ان هنا الهانجرز اللي احنا بنحطها، الحلو ان احنا عندنا ثلاث شماعات، سهل ان احنا نعملها بطريقه عموديه او حتى بطريقه افقيه بمنتهى السهوله. كمان بنشوف هنا الطريقه طبعا السهله اللي احنا طبعا بنحط فيها كتير من 8 قطع في شماعه واحده، سواء كانت الملابس اللي هي القمصان او حتى مثلا التيشيرت. وكمان هنا بنشوف انه طبعا مثلا الدريسز والكوتس، وعلى فكره هي متوفره عندنا بلون واحد وديزاين واحد، فعن جد عرض اكزاكتلي مش موجود باي مكان. والعرض قد ايه سهله، يعني انا حبيت، انا بكره الياس، عشقتها جدا على فكره. صحيح. الكليب ده سهل جدا، وزي ما بنشوف انه على طول مهما كانت الملابس اللي احنا بنحطها كمان قويه جدا جدا، بتشيل الوزن بمنتهى السهوله، بتخزن مساحه او بتوفر لنا مساحه كبيره في الدولاب. زي ما شايفين نقدر نحطها بطريقه عموديه او نقدر نحطها بطريقه افقيه على حسب مساحه الدريسنج بتاعتنا او الخزانه بتاعتنا. فعلا عرض حصري جدا بتحصلوا عليه اليوم. وكمان ما تنسوش ان احنا بنقدم الثلاث شماعات ومعاهم هديه 10
قطع من طبعا الأحذية اللي انتوا بتحصلوا عليها النهاردة، فأكيد استغلوا الفرصة دلوقتي حالا. وفكركم مرة تانية ان هي متوفرة بلون واحد فقط، هو لون الأزرق مع الرمادي اللي انتوا شايفينه مع بعض، بجودة جدا متينة، يعني هتعيش معاكم الفترة طويلة جدا، يعني 32 او اكتر او اقل من 32 ايه. على طول على الثلاث شماعات. شوف يا رانيا، يعني طباخ السم لازم يدوقوا اول مرة. بالفقرة الاولى خليتيني اعلق كل هالملابس. اوكي دلوقتي ده دوري. دلوقتي ده دورك. طبعا انا عندي هون الشماعات مثل ما شايفين 32، انت عندك 32؟ انا عندي 32، بس 32 على 32 يفرق. اوكي هلا صار وقت احنا نبلش الكومباريزن لحتى نفرجيكم. هنا شوفوا ال 32 احنا معلقينهم على اربع شماعات بس، لكن هنا المنشر يا حرام خلاص يعني شوية هيقع. شوفي انا ما رح استعجلك، خذي راحتك. حاضر. اوكي حاضر. 3 2 1 جو. يلا 1 2 3 4 5 6 7 سبعة سبعة رانيا سبعة 8 16 32 خليني أفرجيكم 32 قديش صحيح أخذ مسافة أو مساحة، وهون كمان ضايل عندي مساحة كتير كبيرة. وأنا هنا الشماعات اللي أنا بحطها أكيد أخذ مساحة كبيرة جدا عن ريلانس. ما بعرف يعني أكون proud of myself ولا proud of freelance أكيد صراحة. اليوم خليني أرجع أذكركم إن عرضنا استثنائي عم نقدم لكم. عرضنا هو نحن عم نقدم one flip smart hanger 8 بواحد، عرضنا استثنائي لأنه كمان بتحصلوا على 10 شو أورجانيزر هدية لكم. وطبعا أكيد العرض الخيالي اللي احنا بنقدمه لكم النهاردة مميز من ريلانس، الثلاث شماعات وحتى كمان العشر منظمي للأحذية، أكيد فرصة أكتر من رائعة. وما تنسوش عرض متوفر بكميات محدودة والفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة دلوقتي حالاً.